اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، واخذناكم من اجواء الرياضيه لاجواء هلا الطبخ. اليوم معنا اسراء دعجي راح تورجينا كيف طريقه عمل رولات الدجاج. انا اليوم بدي اعملكم ان شاء الله الدجاج الرول. مكوناته كثير بسيطه زي ما انتم شايفين. دجاج طبعا انا مرفعيته، جزر، يعني الخضره انتم حرين، يعني انا كنت افضل بدي بروكلي عشان يصير فيه الوان، بس ما يعني ما وجدت بالمكان اللي رحت فيه، مش مشكلة. استبدلته بفطر، ويفضل فريش بس مش مشكلة. بازيلا وجزر للحشو، ولحمة مفرومة وبصلة. عندي خل ممكن إني أحتاجه لتتبيلة الدجاج. عندي زيت نباتي، عندي بابريكيو صوص، عندي صويا صوص بحتاجه لدهن الدجاج. طبعا بهارات مشكلة انتو حرين، ممكن تحطوا ثوم بودرة، بصل بودرة، بهارات مشكلة، أي شيء انتو بدكم إياه. أعمل كيس نايلون عشان بدي اياه الدجاج، بدي ادقه وارفعه اكثر عشان يساعدني واسهل لما اعمله. هلا على الغاز بدي احضر مقله صغير. مش ضروري انه تستوي، يعني تاخذ استواها كثير كثير، لانه انا يعني تستوي اوكي عشان نتاكد بس انه اللحم استوى، لانه البازيلا والجزر افضل ما بتاخذ وقت. وبرضو انا هلا لما اعملها الرول للدجاج هلا بورجيكم، رح برضو على الغاز بدي اقلبهم واعطيهم لون. طبعا البابريكيو صوص، صويا صوص، اي منكه، كاتشب، بندوره، صلصه بندوره، اي شيء انتم حابين تدهنوا فيه الدجاج هذا اختياري. بس البابريكيو بيعطيها اللون الحلو، يعني الاحمر الحلو الداكن. هلا بورجيكم. Thank you.
أنا بدي ألفه بالقصدير وأحطه بالفرن. الأكلات اللي كتير زاكية اللي هي رولات الدجاج، يعني خاصة لما تكون بالمنظر النهائي اللي شفناه المحمرة والمقمرة. المهم مشاهدينا، يعني بعد التجويع اللي أنا فيه هسه، بعد الفاصل راح يكون معنا ليث في فقرة الاستضافة كلها أمل. نشوفكم بعد الفاصل.